بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. الحلقة الثانية والأخيرة من الضيف الثالث لاستوديو الحوار الأستاذ خالد علي. أتم كل حواراته أمس واليوم مع الأستاذ عادل حمودة والأستاذة دينا عبد الرحمن مديرة الحوار، وبحضور ثلاثة من الخبراء المحترمين. كانت المناقشة ساخنة ومهمة، ويستكمل فيها الأستاذ خالد علي كل طرحه لأفكاره، ويحاول أن يعطي فيها رؤاه وبعضا من أفكار برامجه فيما يختص بالقضايا المحلية والتي على أساسها تقومون أنتم بالتقييم والاختيار. النهاردة يوم جوه مصر وخارج مصر مهم. النهاردة كان في حوار مهم ما بين المجلس العسكري وبعض القيادات السياسية، أيضا كان في جلسة صاخبة في مجلس الشعب، أيضا في فرنسا تأكد فوز المرشح الاشتراكي هولاند، وفي روسيا يعود مرة أخرى بوتين إلى الكرملين، وفي اليونان تبدأ انتخابات تقرر مستقبل اليورو، وفي سوريا مهزلة سياسية لانتخابات برلمانية في ظل طلقات الرصاص، وبينما إيران تستعد لانتخابات تشريعية، ومصر تحضر نفسها لسباق الرئاسة، والعد التنازلي ما زال مستمرا. كل هذه القضايا يمكن يكون لها تأثيرات بالسلب أو بالإيجاب، تعطينا مؤشرات كلها بتأثر على اللي بيحصل داخل صناعة القرار السياسي في مصر، وليها تأثيرات على الضيوف الذين يحضرون معنا في استوديو الحوار ونقوم بتحليل أفكارهم. نشوف الأول قبل أن نبدأ، وده أنا معلش مضطر أكرره كل يوم، البروتوكول أو كيف يسير الحوار وقواعد الحوار حتى نستطيع أن ننضبط جميعا فيما يختص بقواعد الحوار وضيوف الحوار وقواعده. تغطية يومية من 30 إبريل إلى 20 مايو، 5 ساعات على الهواء يوميا. استوديو الحوار، الاستوديو التحليلي. استوديو الحوار من 9 مساء إلى 12 بعد منتصف الليل من السبت إلى الخميس، يديره مذيعان في وجود المرشح وضيوف من أنصاره ولجنة خبراء. مدير الحوار عادل حمودة، مجدي الجلاد، خيري رمضان، لميس الحديدي، دينا عبد الرحمن. حلقة اليوم في استوديو الحوار مع خالد علي، مع عادل حمودة ودينا عبد الرحمن. الخبراء: أستاذ الاقتصاد الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ السياسة الخارجية والأمن القومي الدكتور محمد أدري سعيد، أستاذ الصحة الدكتورة عليا عبد الفتاح، الباحث السياسي في السياسة الداخلية الدكتور سمير مرقص، أستاذ التعليم الدكتور كمال مغيث، أستاذ العشوائيات والإسكان الدكتور علي الفرماني. قواعد البرنامج: الاحترام الكامل لكل المرشحين أيا كانت خلفياتهم السياسية. البرنامج يهدف إلى مناقشة برامج المرشحين لمنح الناخب قدرة أكبر على اتخاذ قراره. على الجميع احترام التوقيتات المحددة للفقرات والإجابة عن الأسئلة. ضيوف المرشح الموجودون معنا في الاستوديو من أنصاره، وهم معنا لدعمه معنويا. لجنة الخبراء تناقش المرشح كل في تخصصه طبقا للتوقيتات المحددة. من حق المرشح الاعتراض على أي سؤال، ومن حقه أن يرفض الإجابة عنه. من حق مدير الحوار أن يطلب من اللجنة أو من المرشح توضيح أي نقطة ملتبسة أو غير واضحة. من حق مدير الحوار التدخل للحفاظ على مسار البرنامج وتوقيتاته الزمنية. الاستوديو التحليلي، مدير الحوار
عماد الدين أديب، المحللان السياسيان الدكتور عمرو حمزاوي، الدكتور معتز بالله عبد الفتاح. الاستوديو التحليلي على مدار الأسبوع من 12 منتصف الليل إلى 2 صباحا، والجمعة من 9 إلى 12 منتصف الليل. في كان 3 ملفات مهمة النهاردة طرحت على المرشح المحترم. التعليم كان الدكتور كمال مغيث هو الخبير فيها، بالنسبة للسياسة الداخلية كان الخبير الأستاذ سمير مرقص، والعشوائيات كان الدكتور علي الفرماوي. معي في الاستوديو اسمحوا لي أرحب بزميلي العزيزين الدكتور عمرو حمزاوي، وهو غير مكانه زي بلغة غير الكرة المكان. غير المكان لأسباب تقنية. وهنا معي الدكتور معتز عبد الفتاح في 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 الوينج الشمال. صحيح، أنا الوينج الشمال. الوينج الشمال النهاردة. احنا بس عشان نذكر السادة المشاهدين اللي ما شافوش امبارح، ان احنا كنا حاولنا نتوصل الى بعض المبادئ العامة وصححوني فيها حوالين طبيعة شخصية المرشح عشان نقدر نبني عليها استكمالا لليوم. في ان احنا قلنا انه ينتمي لمرحلة سنية، هو مواليد 1972، انه ابن مخلص للثورة، انه متحمس وشعبي، أنه حقوقي ويمكن تسميته محامي الشعب. نمرة 5 أنه قريب للغاية من القاعدة الشعبية، تاريخه بيقول كده. أنه يظهر من كلامه إيمان شديد بالعدالة الاجتماعية. نقطة 7 أنه مؤيد لدور الدولة والقطاع العام. النهاردة أضاف نقطة مهمة يمكن تضاف لدول، ولو عندكم أي ملاحظات أخرى ممكن نضيفها على هذه القائمة في مفاتيح الشخصية، أنه هو نفسه قال أنه يسعى للتوازن بين القطاعات العام والخاص والتعاموني، وأنه ليس ضد المستثمرين. نعم. هو يحاول أن يخلق بيئة نظيفة للاستثمار في مصر. دي كانت يمكن المفاتيح الشخصية الخاصة بالمرشح المحترم. في سؤال طرح من أول الحلقة حوالين شخصية المرشح المحترم. السؤال كان بيقول، وده طرح من بداية حلقة استوديو الحوار، بيقول بعد مشاهدتك للحوار هل ما شاهدته أكد رأيك فيه، غير رأيك فيه، لا تعرف. وكانت الإجابات على النحو التاني. طبعا الأسئلة كانت على الفيسبوك وكانت على SMS، ستظهر على الشاشة الإجابات. الحوار مع المرشح خالد علي، 31% قالوا ان هو غير رأيك فيه، 56% اكد رأيك فيه، 13% قالوا انهم غير متأكدين. ده على الفيسبوك. اما على SMS اللي هو التفاعل على الموبايل، ف 20% قالوا ان هو غير رأيه فيهم، 74% أكد رأيه فيهم، و6% قالوا أنهم مش متأكدين. طول الحلقة حضراتكم مدعوين لاستمرار التصويت إما على الفيسبوك أو على SMS، أو تقولوا رأيكم على التويتر، وفي الجزء الأخير حنقول نتيجة الاستبيان ونقول بعضا من آرائكم التي عبرتم فيها عن رأيكم، ما بين التأييد وما بين المعارضة للمرشح المحترم، اللي هو شيء بنحاول نعمله مع كل المرشحين بنفس الشكل المتساوي. يمكن أول جزء هنتوقف أمامه هو السؤال حوالين ما هي المؤسسات، أو كيف يمكن التصرف في التعامل بدولة المؤسسات، يعني أول الأمور التي يمكن أن يهتم بها المرشح المحترم. كلمة دولة المؤسسات كررت في الحلقة الماضية عدة مرات، واليوم عدة مرات، يمكن دي أحد المفاتيح أيضا اللي نتوقف أمامها. نشوف السؤال ونشوف الإجابة. المفروض أن الموازنة العامة تم إعدادها
في شهر 4 وشهر 5 ولابد من إقرارها عشان تتم وتتطبق من شهر 7. أنا أزعم إن مفيش حد في مصر دلوقتي من المؤسسات، لا مجلس، من أول مجلس الشعب لحد النقابات والمؤسسات العامة، ما همش عارفين إيه هي الموازنة ديت، إزاي تم وضعها، تم أخذ رأيهم فيها ولا لأ. لو كانت الموازنة بتتعمل في عهد النظام السابق بهذه الطريقة، غير مقبول إن يتعمل بعد الثورة بنفس هذه الطريقة للمرة الثانية على التوالي. في جزء من الكلام اتقال حوالين يعني ان احنا نقلق المستثمرين وهيخافوا، وفكرة مراجعة العقود. انا قلت ان انا هلتزم بدولة المؤسسات، وقلت هلتزم بحكم القانون بشكل واضح ان في محكمة هي اللي بتحكم، علينا ان احنا نوازن، هنحترم احكام القضاء ولا هيبقى الهروب من تنفيذ الاحكام القضاء استنادا لأي مبرر وأي يافطة ممكن نرفعها. اللي كان بيحصل في مصر، أنا مش مرشح جيت على انتخابات إن كان في نظام سابق ففي صندوق انتخابي بيجيب مجرد مرشح جديد. إحنا ليه بنهمل الثورة؟ ده نظام سابق قامت عليه ثورة مجتمعية. طبعا كلام المرشح المحترم كان يستخدم حقه في التعقيب على ما جاء في الاستوديو التحليلي اللي توقفنا فيه قدام فكرة الإحصاءات والكلام حوالين هل من الممكن أنه الحديث على إعادة فتح العقود المستقرة، أن ده ممكن يخيف المستثمرين. أبدأ الأول بالدكتور معتز في مشكلة الإحصاءات، وإحنا قلنا مبارح أنه نحن لا نملك أنه الإحصاءات، لما استشهدنا بالإنفاق على الصحة قلنا ان هي 5%، المرشح المحترم قال 3.5، والنهاردة حد قال له ان هي 4.5. فاحنا كلنا في قضية حيرة ان احنا نتحدث عن مرشحين كلهم يجتهدون لعلاج الحالة المصرية والاقتصاد المصري المريض، لكن لا توجد تحت ايديهم معلومات دقيقة أو داتا دقيقة. ده صحيح، وامبارح قلنا أنه يعني استشهدت بكلام أحد السادة الوزراء السابقين وقال ما معناه الأرقام وعظمها سياسية، إنما في الحالة دي بالذات إحنا بننسب رقم لرقم غير معلوم. فأقصد إحنا ما نعرفش ميزانية مصر اللي بتقدمها الحكومة لمجلس الشعب السنة دي يكون شكلها إيه. نظريا ووفقا لدستور مصر لو كان 71 المفروض أن ده كان يقدم في 1 مارس أو يقدم في شهر مارس، على اعتبار أنه بيناقش لمدة 3 شهور وبعدين بتقر الميزانية في شهر يونيو. فكل ده ما حصلش، وبالتالي فهو معه كل الحق في انه يقول انا بجتهد في اني اجيب الرقم الصحيح. والواضح ان الجميع بيجتهد. انما هو قال حاجه مهمه، هو قال 3 حاجات وربطهم بحاجه رابعه في منتهى الاهميه. قال دوله مؤسسات، قال احترام القانون، وقال احكام القضاء اللي هي بمنتهى البساطة جوهر الدولة الحديثة. الدولة الحديثة هي دولة مؤسسات، دولة قانون، ودولة احترام القضاء. ولكن هو قال خدوا بالكم يا اخواننا، انا مناش جاي بستلم السلطة من رئيس منتخب في دورة سابقة، انا جاي بعد ثورة. فما تنسوش ان كل ده بيحصل في مناخ ثورة، وبالتالي ان كان هناك اي قرارات استثنائية هتتخذ مناخ ثورة هو مناخ مراجعة لكل شيء، مراجعة بالضبط لكل هذه المؤسسات. وهي مسألة مهمة، وارجو بس ان السادة المشاهدين يعرفوا، مرة بيسألوا احد الملوك يعني في احدى الدول الخليجيه بيقولوا له احنا محتاجين واحد اسمه وزير خزانه، وزير ماليه. فبيسالهم بيقول لهم واحنا محتاجين ده ليه؟ فقالوا يا فندم هو ده البيرسونال اكاونتنت بتاعك، يعني او المحاسب المالي بتاعك اللي هيحدد لك فلوسك، وبعدين بعض الفلوس هيسيبها للشعب. دي دوله غير حديثه، دي دوله بيبدو فيها الامر كما لو انه الفلوس بتكون في ايد أسرة عائلة إلى آخره، وبعدين الباقي بيروح للشعب. دولة المؤسسات تعمل العكس تماما، فلوس الأصل فيها هي فلوس الشعب، ومن يحكم الشعب، من يحكم هذا الشعب بقرار من الشعب له مرتب بيقرره نواب الشعب. ولهذا كلامه صحيح، مؤسسات، قانون، قضاء. فكرة تخويف المستثمرين في قضية مراجعة العقود هو كان له تعقيب عليه؟ التعقيب جيد لأكثر من سبب. السبب الأول هو التأكيد على التزام حكم القانون. القانون والأحكام القضائية المكونان معا يعني بيصنع ما نسميه في السياسة دولة القانون أو دولة حكم القانون. الإشارة من جانب خالد لاحترام الأحكام القضائية وإشارته الاستباقية
أن لا يأتي إليها أحد ويقول لا نطبق هذه الأحكام القضائية لأسباب كذا أو كذا أو كذا. الإشارة الاستباقية كانت إشارة مركبة. أولا أحكام القضائية تحترم، فإن انتزع خالد أو انتزع عدد آخر من المصريين المهتمين أحكام من الجهات القضائية المختصة بإعادة النظر في عقود أو إعادة تسعير أراضي أو فتح باب ضرائب إضافية كما كنا نتحدث بالأمس أو إعادة التفكير في مسألة الخصخصة، ويقول فلنحترم أحكام القضاء، وهذا الأمر لا يمكن أن نتعامل معه بسلبية. والإشارة الاستباقية يا عماد كان لها مكون آخر، وهو المكون الاستثنائي. المكون الاستثنائي بمعنى يعني لا تحاسبوني عن أنني أريد أن أفتح الكثير من الملفات الآن، لأننا نمر بمرحلة استثنائية بعد ثور. أنا أقيم هذا الكلام، ويعني ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، ولكن لابد من التمييز بين السياسي وبين القانوني. يعني هناك أهمية كبرى أيضا في الدولة الحديثة، هشرح لك. بالتأكيد تستطيع أن تلجأ إلى المحاكم وتستصدر من الأحكام القضائية ما يكفي لإعادة النظر في كل ما تم خصخصته من مؤسسات ومنشآت كانت مملوكة للقطاع العام، أو تعيد النظر في تسعير الأراضي، أو تقوم بإجراء كذا أو كذا لضبط الأمر فيما خص الحق العام. وقلنا عن خالد أنه محامي الحق العام، ولكن هذه المقاربة القانونية مربوطة بمسألة الاستثناء بعد الثورة، وهي مقاربة مشروعة، لابد أن تزن الأمور أيضا بمعيار السياسة. والسياسة تقول أن هذا المجتمع به مجموعة معقدة ومتشعبة من المصالح، وأنك لا يمكن أن تميل باتجاه مجموعة واحدة من المصالح وتهمش المصالح الأخرى، وبالتالي لابد أن تنظر إلى مصالح اقتصادية، إلى مصالح مستثمرين، لابد أن تزن الأمر، لابد أن تزن الأمر بالمعنى السياسي، ألا تنتج في هذه الدولة بيئة سياسية وبيئة مجتمعية غير مستقرة، حتى وإن كانت الوسيلة هي الأحكام القضائية، حتى وإن كان التبرير هو تبرير موضوعي ومقبول إلى حد ما مسألة اللحظة الاستثنائية التي نمر بها. الدول بتبني تجاربها الديمقراطية باستقرار عمل المؤسسات وبغياب الاستثناء. كل ما مساحة الاستثناء تراجعت، كل ما أنت أمام دولة عصرية حديثة متماسكة، وهنا أنت تغلب السياسي على القانون. فأنا أقول باختصار يمكن أن أفهم أن في قضايا بعينها، في أراضي، في أمور، حالات بعينها نستطيع أن نعيد النظر. أما تعميم قاعدة إعادة النظر فهتخلق بيئة سياسية ومجتمعية ليست فقط غير مريحة للمستثمر ولا غير مريحة للقطاع الخاص، لكن مقلقة أيضا لمن حولنا. وإجابة خالد على الأمر بأنني لست ضد القطاع الخاص جيد، هذه نية جيد، جيد أن تسجل، ولكن الأمر يحتاج لإجراءات وآليات للضبط. هو كررها أكثر من مرة في آخر الحلقة، في آخر الحلقة في الثلاث دقائق المتاحة له. طيب، في كان سؤال حوالين التعامل مع الفساد، وركز على أنه الفساد في العهد السابق كان ممنهجا. شوف السؤال ونشوف الإجابة. كان الفساد في مصر فساد منهجي، مش مجرد فساد بالصدفة، كان أداة من أدوات الحكم وصلت لحد صياغة التشريعات لتوزيع الثروة في المجتمع على عدد محدد من المواطنين. الموارد اللي عندنا واللي احنا بنتكلم حوالين منها بنقول انها موارد محدودة. عجز الموازنة العامة بيصل الآن إلى 184 مليار، هنجيب منين؟ من الصعوبة بمكان إن إحنا نتجاهل كل ما تم في عهد النظام السابق ونبص عليه وكأنه ما كانش، كأنه كان شيء عادي. وكأن المرشح المحترم بيقول إن جزء كبير من تدبير الموالد إذا ما أصبح رئيسا في إعادة مراجعة مدى نزاهة الاتفاقات، لأن هو يرى أنه الفساد يعني من كل كلامه بيعمل نوع من إفقار متعمد للشعب المصري وبيضيع موارد من حق الشعب المصري. فحينما دائما يتم السؤال من أين تدبر الموارد، هو يرى أنه جزء كبير من تدبير الموارد يأتي أولا من موضوع مكافحة الفساد اللي موجود وإعادة مراجعة أمور كانت قد استقرت في وأصبح لها أوضاع قانونية لكنها تشرع الفساد. يعني لو أنا خدت إجابة عمرو وأكمل عليها، السياسة مصالح متضاربة بحكم التعريف، القانون هو تنظيم منضبط، المفروض أن القانون بينظم السياسة علشان السياسة ما تتحولش الفساد. اللي خالد بيقوله أنه إحنا عايزين ننتقل إلى دولة المؤسسات القادرة على أنها تكافح الفساد وتنظم
هذه الصراعات، لكن ما نقدرش ان احنا نبدأ من النهاردة، احنا محتاجين نرجع ورا شوية، لانه الثورة دي لما قامت لاسباب، وجزء من هذه الاسباب انه كان في ناس اساءت استخدام القانون من اجل تحقيق مصالحها، فالسياسة تحكمت في القانون على نحو افضل الى فساد. كل بس اللي انا بقوله له، وانا اعتقد ان هو ركز على ده وحاول اكتر مرة وتصور انها محاولات جيدة، اوعى نعمل أو نكرر تجارب خضناها قبل من كده، وهو ان انا وانا بحل مشاكل الماضي اخلق مشاكل للمستقبل. وهو اتصور انه كان من الحصافه اكتر في اكتر من نقطه، قال انا مش ضد الرجل الاعمال الجاد، انا مش ضد القطاع الخاص اللي هيحترم القانون وهيلتزم بالاطر القانونيه اللي نحطها، لكن في نفس الوقت مره تانية لا تزال تفاصيل ده هيحصل ازاي، لانه خلينا نقول برضو بكل وضوح راس المال جبان. لو انا كمستثمر اجنبي، ما انا ممكن استثمر في الصين ولا استثمر في دوله عربيه مجاوره ليا، ليه انا بروح هنا؟ انا عايز اطر قانونيه واضحه ومحدده اقدر على اساسها احسب لما انا احط دولار في مصر هكسب منه كم سنت. لكن وكانه هو تلك الشخصيه التي لا يمكن ان تعقد ما يسمى كومبرومايز او تسويه مع فساد مستقر. يعني ده واضح انها ناحيه مبدئيه ثم ناحيه عمليه، انه يرى منها ان دي ممكن باصلاحها تكون مصدر من مصادر تدبير الموارد للفقراء والمهمشين. صحيح. دكتور عمرو، حضرتك كان عندك تعقيب. تمييز خالد بين نوعين من انواع الفساد، تمييز مهم ان نقف امامه. التمييز يا عماد بين فساد بنيوي أو فساد هيكلي أو فساد مستوطن أو مستقر كما أشرت، وبين فساد عشوائي ليس بمعنى غير منظم، ولكنه ممكن تدي نماذج يعني على سبيل المثال لما تكون في قطاع من القطاعات، ولنأخذ قطاع البترول، نكون أمام مجموعة من العقود التي وقعت عليها أو ضمنتها الحكومة المصرية مع شركات أجنبية أو مع شركات أجنبية وشركات مصرية، وهذه العقود لا تضمن الحقوق المصرية، فتدفع الحكومة المصرية التي تدير موارد الدولة وموارد هذا الشعب لتصدير منتجات بترولية بأسعار أقل بكثير من السوق العالمي، وتجبرها على استيراد منتجات بترولية أخرى يحتاجها المستهلك المصري بأسعار تتجاوز السعر العالمي. وأنا أشير هنا إلى نماذج محددة، هناك بعض الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومات المصرية الماضية بتفعل هذا، بتصدر النفط الخام بأسعار مخفضة عن السعر العالمي، عن المنافسة العالمية والسعر الذي تحدده، وتستورد منتجات أو مشتقات بعينها السولار المازوت أو ما إلى ذلك بأسعار أو غيرها بأسعار ترتفع عن المعدلات العالمية. اتفاقيات، وأنا لا أشير لاتفاقية مع إسرائيل، ولكن أشير اتفاقيات عقدت مع الشركات البريطانية والأسبانية وغيرها. هنا أنت أمام حالة من الفساد البنيوي، بمعنى أن الحكومة المصرية التي كان يناط بها إدارة الموارد العامة للدولة بما يضمن الحق العام ويضمن مصالح هذا الشعب تكاسلت أو تجاهلت وأفسدت في تعاملها مع هذه الموارد. فساد العشوائي هو النماذج الصغيرة للفساد، أن ترى في قطاع من القطاعات الحكومية فيما يتعلق بالضرائب على سبيل المثال أنه لا تجبر الضرائب بصورة جيدة، لأن هناك خروقات وتجاوزات مرتبطة بحالات ليست بالحالات المنظمة. هناك تمييز بين نوعين من الفساد، الفساد البنيوي والفساد العشوائي. والمفهوم الذي يستخدم كثيرا في النقاش المصري للأسف دون أن تحدد المضامين، مفهوم العدالة الانتقالية، عندما يقال نحن نحتاج لملف العدالة الانتقالية، أحد مكونات هذا المفهوم في العرف الدولي هو أنك تقوم بمجموعة من التشريعات، تصدر مجموعة من التشريعات وتلتزم بسياسات تكافح الفساد المستوطن. لأن حالات الدول التي تحولت للديمقراطية قبلنا بعد سلطويات طويلة الأمد كان بها فساد مستوطن. فخالد التمييز جيد، يشير إلى الفساد المستوطن، يريد أن يقضي عليه بماذا؟ حدد هنا وقال لابد من صياغة تشريعات جديدة. هذا أمر جيد، وهنا يعني ملمح محدد جدا لما يعتزم هو القيام به، والخلفية الحقوقية الخالد بتنفع. الشق الثاني بجانب الفساد في نفس المقولة التي نتعامل معها الآن، مسألة تشريعات جديدة لتوزيع الثروة. هو يقول الفساد المكافحة للفساد البنيوي ستأتي بإيرادات إضافية للدولة، جيد، ثم يجمع بين هذا وبين تشريعات إضافية للتعامل الأفضل مع توزيع الثروة في مصر. نقطة الانطلاق هو أن توزيع الثروة مختلف في مصر، أن تراكم الثروة حدث خلال الفترة الماضية بصورة ظلمت حقوق قطاعات واسعة جدا من المصريين. وهنا في هذا التحليل، وإن
يقوم بالإشارة إلى الأرقام هو محق تماما. تراكم الثروة الذي حدث في مصر خلال الأعوام الماضية ميز شريحة أقل من 20% وفقا للبيانات الدولية، وظلم في مسألة تراكم الثروة ليس فقط غاب التراكم ولكن تراجعت المستويات المعيشية ومستوى الدخول خلال الفترات الماضية. هو محق على المستويين مكافحة الفساد البنيوي وتوزيع الثروة بصورة عادلة. تسمحوا لي بعد الاستراحة الإعلانية يستمر التحليل الموضوعي لكلام المرشح المحترم الأستاذ خالد علي. تابعونا بعد الاستراحة.